مرحبا بكم. هل تعرفون من يجيد اللغتين العربية والإنجليزية؟ نبحث عن شخص مهتم بالنمو الشخصي والتعرف على البودكاست. نحن بحاجة إلى شخص لملء منصب تطوعي كمترجم وراوي لبودكاست One Kind Moment، لحظة لطيفة. سيشارك هذا البودكاست عملية إعادة تشغيل الحلقات السابقة حتى نملأ هذا المنصب. إذا كنت تعرف شخصاً مهتماً، أطلب من الاتصال ببروس وين ماكلين، المنتج التنفيذي للبودكاست، على bros@broswaynemaclean.com. هذه المعلومات واردة في وصف الحلقة. شكراً لكم وأراكم لاحقاً. مرحباً بكم، أنا سامح عبدو، وهذا بودكاست لحظة لطيفة. بودكاست تم إنشاؤه بواسطة المنتج التنفيذي بروس وين ماكلين، حيث نشارك معكم 60 ثانية من الإلهام لمساعدتكم في إنشاء عالم أطيب وألطف أسرع من سرعة حسرة القلب. نؤمن أن اللطف يحتاج إلى أن يكون الفكرة العزيزة الأولى في عالم اليوم، لذلك أنشأنا عرضا يضيف قطرة حلوة من الخير إلى محيط حياتك كل يوم. استمتعوا بلحظاتكم. في أفضل حالاته ينمي التخيل الخيال والرحمة، وفي أسوأ حالاته المذكرات تثير الشماتة والحذر. أخشى أن الحقيقة القبيحة هي أن الكثير من الناس ينجذبون إلى المذكرات المثيرة لنفس السبب الذي يجعلهم يشاهدون فيلم The Apprentice. إنهم يحبون ليشهدوا معاناة حقيقية إذلالا أمام أعينكم. جوليا كلاس. هذه الحقيقة القبيحة يمكن أن يخوضها شخص لا يريد أن يشعر بالوحدة في الخزي والإذلال، عندما يستمتع الناس بالمتعة غير المباشرة الناتجة عن سوء حظ شخص آخر، فإنها غالبا ما تكشف عن محاولة لتقليل من عارهم. على الرغم من أن هذه الممارسة المشبوهة قد توفر راحة مؤقتة، إلا أن فائدتها ليست طويلة الأمد. كلمة طيبة يمكنها أن تنهي دورة الخزي والمعاناة. شكرا لانضمامكم لنا، نراكم في المرة القادمة. لتحصلوا على القليل من الاتصال، ابتسامة داخلية صغيرة ووجبة مليئة بالأمل. أراكم لاحقاً.